حاليا بيعملوا نوع من التطوير، بس تطوير في الطريقة الخاطئ. إنه بقى في احتكار، بقت كل القنوات تبع شركة واحدة، ما ينفعش. الاحتكار ده شيء يعني، حتى أيام ما كانت الدولة كانش فيه غير التلفزيون المصري في ماسبيرو، كانت القنوات بتتنافس حتى داخليا. صحيح. ما ينفعش. كان القناة الأولى لها طعم، القناة الثانية لها طعم، نايل تي في له طعم، القنوات المحلية القناة الثالثة والرابعة، كل قناة لها طعم ولا زال لحد النهاردة. إذا في تنافس على بسيط طبعا، لأنه الإمكانيات محدودة، مش قادرين الناس تنطلق يعني. لكن إنك كله يبقى في إيد شركة واحدة هي اللي تدير كل قنوات الإعلام في مصر وتدير إنتاج الدرامي، طب إزاي؟ منين؟ بأمارة إيه؟ ده كان الأول عندنا قطاع الإنتاج، وطبعا كان بيرقصه الله يرحمه ممدوح الليسي، راجل عنده خبرة، خبرة دراما وكاتب سيناريو وله علاقة بالسينما قبل كده يعني. فعنده احنا عندنا بقى أزمة إنتاجية دلوقتي من وجهة نظر حضرتك. ما هو الاحتكار لازم يؤدي إلى الأزمة. أي احتكار ده، الاحتكار ممنوع في العالم يعني. في أمريكا في قانون اسمه قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. أنت عايز تعمل اقتصاد حر، عايز تعمل حتى إعلام حر، أولا بيتحط ضوابط. حسن بعض الناس ساعات يقول لك لا ولازم الإبداع يبقى حر، لا لا إطلاقا يعني، ده مش حتى الحرية ليها حدود في الإبداع يعني، أو الإبداع مش في ده مسموش تنافس يعني. حضرتك برضو وضحت ده ما نقدرش نسميه تنافس. لا لا ما فيش تنافس يعني. شوف اللي بيتكلم على حكاية الإبداع دي، أنا فاكر أيام أزمة فيلم حلاوة روح، ده اللي كانت الرقابة صاحب، فقالوا إزاي وحرية الإبداع، وفرحت جماعة فتحت النت في قائمة حاجة اسمه كده موقع مشيخ يعني، أي حد يفتحه يقدر. الأفلام الأمريكية المحظورة بوكد أمريكان فيلمز، من إمتى بقى؟ من سنة 1894، أنا عندي لسة لحد 2010 أفلام محظورة، اسمها محظورة، اتسحب في أمريكا بلد الحريات الحرية. اللي هي المفروض يعني عندها تمثال الحرية هو كويس، والإنتاج الخاص المفتوح وما فيش إنتاج حكومي لكن لا، في حاجة اسمها أمن المجتمع، ومكتوب كده أسباب السحب إيه أو الحظر يعني. أفلام نزلت دار العرض واتشالت من دار العرض، اسمه الأمن الاجتماعي. إحنا الأمن الاجتماعي عندنا في خطر، والمجتمع بقى في خطر، وكل يوم بقينا نسمع عن كارثة بسبب الأعمال اللي حضرتك بتتكلم عنها. على سبيل المثال المسدسات والسلاح والسيف، فلان قتل صاحبه ده عشان عصير، ده قتل زميله عشان خد منه. يعني احنا بقينا في أزمة أخلاق ومجتمع. يمكن زمان برضو الأعمال الدرامية كانت حتى بتتناول السلبيات، كانت بتتناول الشخصيات السلبية، لكن مش بالصورة اللي تنقل ده للمجتمع، لكن بتعالجه. الدراما لازم تعالج الصراع بين الخير والشر، لكن ازاي اعالجه؟ ما في طريقه للمعالجه. ما انا ممكن احس ان انا ان في شخص شرير هيقتل واحد، لكن مش لازم اخلي الدم يطرطش على وش يعني. دي اسلوب يعني. ما لازم اعمل صراع بين الخير والشر، والا تبقاش دراما. دراما طول عمرها صراع، لكن ازاي بيدار الصراع ده؟ وده ما احنا مش اختراع، في ناس سبقونا فيه يعني. احنا لو بصينا مثلا لمسرحيه هاملت شكسبير، بقى لها شوفي كام سنه دلوقتي يعني، من سنه كام يعني، مئات السنين. طيب فيها قتل وفيها حاجات كتير جدا، لكن عمرك ما الناس اللي لحد النهارده بتتفرج عليها ما تحسش ب اذى نفسي في اللي أيوة. بتتفرج هو ده بقى الفرق. هيقول لك ما دي، او مثلا الالفاظ اياها دي، يقول لك ما دي في الشارع. مش لازم اقولها، انا بعالج. انا مش بس عشان الناس سبوت. الفن هو مش نقل الواقع كما هو بالظبط اطلاقا، والا يبقى صفحه الحوادث هي اللي بتنقل الحادثه زي ما هي، ما بقاش دراما، ما بقاش فن. انت دورك كفنان ايه؟ ايه اللي انت عملته عشان تقدم هذا الموضوع الشائك؟ ايه الصورة الفنية اللي انت يعني، معلش هضطر اضرب مثل عشان يوضح الصورة شوية. اتفضل.
في مسلسل أنا وأنت بابا في المشمش أسامة أنور عكاشة مؤلف، حسن عبدين، فردوس عبد الحميد، ومحمود الجندي و طيب احنا بنتكلم على فساد المحليات، الكلام ده سنة 89 بصراحة، بنتكلم على فساد المحليات، مافيا الأراضي، الناس اللي بتسرى الأراضي وبتاع، العلاج السياحي أو الطب السياحي، سميناه الطب السياحي، اللي هي المستشفيات المبالغ في أجورها، فندق مش مستشفى، يعني فندق ما اسمه الطب السياحي، تمام، سميناه كده. اتكلمنا عن كل المشاكل دي لكن بدون أنك تجرح حد خالص، وإلا ما تبقاش فنان. يعني الفنان شغلته أنه يستخدم الريشة في الرسم، يستخدم الكلمات في الشعر، يستخدم السيناريو والصورة في الدراما التلفزيونية والسينمائية عشان تقدم أي مشكلة بس بشكل فني. هي صحيح. دي الفكرة، مش نقل الواقع كما هو أو أسوأ ما في الواقع على الشاشة ونقول هو ده اللي موجود.